لقد أثر الإسلام على الأرواح قبل العقول، مما أنتج لنا تراثاً يحمل فناً في العمارة والصناعة والتجارة والعلوم. واليوم نعود معاً لنشاهد ما كان من فن إسلامي. هذا هو مسجد التحدي، إنه المسجد الفاتح، بني في عهد الدولة العثمانية في منطقة الفاتح، وسمي على اسم السلطان محمد الفاتح العثماني. تم بناء المسجد فيما بين عامي 1463 و1470 على يد مهندسه المعماري أعتيق سنان. فالمسجد الفاتح هو رمز للتحدي ودلالة على إصرار المسلم وقهره للمعوقات. تم بناؤه مرتين بعد أن تأثر البناء الأول بمجموعة من الزلازل ضربت إسطنبول حتى دمر معظمه. تم الانتهاء من البناء الجديد في عام 1771 بأمر السلطان مصطفى الثالث، وبني مجدداً بتصميم مختلف عن المسجد الأول. بني على شكل مربع بطول أضلاع تقارب 325 متراً. الجدير بالذكر أن محراب المسجد الفاتح والأجزاء السفلية من المآذن وساحة المسجد هي من بقايا البناء القديم، لتجدد لنا ذكر البنائين وفن الأجداد والأحفاد معا. ويظل بناء المسجد شامخاً، يدل بناؤه على رفعة شأن تثير الإعجاب والتقدير لمجد عصرين مختلفين من حكم الدولة العثمانية في تركيا نراه أمامنا اليوم. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة، اشتركوا الآن.